في لحظة بتعدي بتسأل نفسك أنت مين؟ أنا كل موقف واجهته وتعاملت معه بطريقتي، أنا الناس اللي رغم المسافة والاختلاف عرفت أكون واحد منهم. أنا المجال اللي كبرت فيه وسبته عشان ألاقي نفسي من جديد. أنا من أعلى مكان في العالم قررت أوصل صوتي وأقول لك اعمل اللي أنت عايزه. أنا عمر سمر، اخترت أكون هنا. أنت عاوز تبقى إيه؟ سبرايت. أنا كده.